احنا ليس مطالبنا منقطعه عن مطالب الثوره، ثوره تشرين المباركه هي ثوره مستمره ونفس المطالب، وهي تغيير الكامل في العراق. احنا النظام الحالي في العراق هو نظام اللا دوله، احنا نريد القانون، سياده الامن، سياده القانون، سياده العداله. هسه الخارجين عن القانون هم اللي يتحكمون بالاوضاع العامه بالعراق. احنا نريد اليوم وقفتنا احتجاج على ما يجري في هذا البلد من امور خارجه عن القانون. ناس يعني لزموا السلاح ما حد حاسبهم، ناس تتظاهر بالعلم العراقي شايل علم وقلم يروح يقتلوهم. ليش هذا التناقض في كافه الاتجاهات ضد الشعب العراقي الفقير؟ لذلك على الكاظمي وعلى كافه رئيس الجمهوريه ايضا محاسبة القتلة المجرمين الذين يقتلون الشعب العراقي والناشطين وكل الناس يطالب بصوت حر عراقي شريف يناشد من أجل بلده ووطنه. والله الوضعية رديئة ما تفيد كلش، الوضعية كهرباء لاكو، حقوقنا مسلوبة، دمرونا، الله يدمرهم إن شاء الله ونعلى على أبو خيرهم. والله إيش أريد أقول، إيش خلونا عمي، لا كهرباء لا خدمات لا كلها لا اعمار لا شنو طين الامان ماكو. طيب الله اوقاتكم بكل خير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشه رافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيره عبر خدمه الواتساب وعلى الارقام الظاهره اسفل الشاشه. في البدايه نوجه عنايه الساده المشاهدين الكرام الى ان التردد الجديد لقناه الرافدين الفضائيه هو 10727 والاستقطاب افقي، معدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطا 5/6 على مدار القمر نايل سات. لذا يرجى من متابعينا ضبط اجهزه الاستقبال على التردد الجديد. هل يعقل بعد 17 سنة وما زال العراقيون يبحثون عن الطاقة الكهربائية؟ هل يعقل أن تصرف عشرات المليارات على الطاقة الكهربائية في العراق وما زال المواطن يطالب بتوفيرها؟ أين وصلت استثمارات الشركات العالمية الكبرى كشركة سيمنز الألمانية وشركة إلكتريك الأمريكية بمجال الكهرباء في العراق؟ لماذا لا يعقل؟ لماذا لا يعقل ذلك إذا كان العراق مصنفا من ضمن أكثر الدول فسادا حول العالم؟ لماذا يستورد العراق الكهرباء من إيران؟ فلماذا إذن يعلق العراقيون الآمال في هذا المجال وفي غيره من مجالات الحياة على أحزاب فشلت في إدارة البلاد بل سرقته ودمرت؟ لماذا لا يعي المواطن العراقي أن الخلاص هو بالخلاص من هذه المنظومة السياسية بكافة أحزابها وشخوصها وزعاماتها، مع أن هناك ما زال أمل بهذه الطبقة السياسية؟ اليوم نريد نحكي على الكهرباء. اليوم هناك تظاهرات في العراق بسبب تردي الطاقة الكهربائية. اليوم طلعوا أهالي البصرة وطالبوا بتوفير الكهرباء، طبعا الأهالي المحافظة في قضاء الزبير وغير الزبير طلعوا بتظاهرات حاشدة طالبوا بوضع حلول جذرية لمشكلة الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية في ظل موجة حر شديدة تضرب البلاد، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين كانوا سببا في تردي الواقع الخدمي في المحافظة وفي المحافظات العراق الأخرى. خلونا نشوف المقطع من محافظة الناصرية ونرجع لكم. طبعا إذا دخلنا على موقع وزارة الكهرباء على الإنترنت في نبذة عن وزارة الكهرباء جاء فيها هذا على موقعهم الرسمي: وزارة الكهرباء في جمهورية العراق هي الجهة المسؤولة عن كل
عن كل من السياسات وإمدادات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الإشراف على الوظائف التشغيلية توليد الطاقة ونقلها والتوزيع. تأسست وزارة الكهرباء في العراق عام 2003 تأسست وزارة الكهرباء، بعد إن كانت كما جاء في الندة التعريفية للوزارة على موقعها الرسمي، بعد إن كانت هيئة الكهرباء منذ عام 1999، وقبل ذلك كان قطاع الكهرباء ضمن تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن. يعني كانت هيئة في ذلك النظام، ونعرف احنا بال91 لما قوات التحالف ضربت يعني الطاقة الكهربائية والجسور والبناء التحتية، في ذلك الوقت تقريبا 70% من الكهرباء تضررت، يعني تدمرت بصواريخ وطائرات التحالف الدولي عام 1991. بعد أقل من سنة كان العراق في ذلك الوقت يحتاج إلى 6000 ميجاوات، تم تدمير 70%، رجعت 5300 ميجا واط. كانت الكهرباء يعني لا بأس بها، وتدرون الحصار وما إجا وراء الحصار. بال2003 هاي كانت الكهرباء، كانت هيئة كهرباء تحولت طبعا بعد إن كانت قطاع في وزارة الصناعة والمعادن، وبعدين صارت هيئة الكهرباء. زين الجماعة سووها وزارة، صارت وحدها وزارة مستقلة من عام 2003 ولغاية الآن. تدرون شقد صرف العراق؟ طبعا هم ما يعلنون المبالغ الحقيقية، ولكن المبالغ خيالية جدا، تتجاوز 100 مليار، تتجاوز 100 مليار من عام 2003 إلى الآن. أكثر من 100 مليار صرفت على قطاع الكهرباء. هناك تصريح سابق حكومي لوزير المالية الأسبق رافع العساوي قال بال2011، مو هسه، قال الأموال اللي صرفت بال2011 وصل الرقم إلى أكثر من 80 مليار. 2011 قبل 9 سنين، قال في وقتها وزير المالية الأسبق بأنه ما صرف على الكهرباء يكفي لشراء شقة لكل مواطن عراقي في أوروبا، يكفي لشراء شقة لكل مواطن عراقي في أوروبا، في أرقى دول أوروبا. هذا بال2011 التصريح. طبعا العراق مثل ما معروف، أو الحكومة في العراق، الحكومات المتعاقبة تستورد الطاقة الكهربائية من إيران بواقع 1300 ميجا واط عبر 4 خطوط، هي خط البصرة والعمارة وكرمان شاه ديالة وسربيل زهاب خانقين. خلال 4 أعوام العراق صرف أكثر من 3 مليارات دولار فقط على استيراد الكهرباء من إيران. هاي أرقام وزارة الكهرباء للعام الماضي. طبعا بتصريح رسمي، الطاقة المستوردة من إيران هي طاقة رديئة، حيث كشفت وثيقة صادرة من دائرة كهرباء محافظة ديالة لهذا العام بأن الطاقة المستوردة من الجانب الإيراني رديئة جدا وغير مستقرة، رغم الالتزام بخطة التوزيع والقطع كما جاء في الوثيقة الصادرة من مدير توزيع كهرباء ديالة طارق خليل، بأن وضع المنظومة الكهربائية في ديالة يتأزم نتيجة التذبذب اللحظي والانخفاض بالفولتية لخطوط نقل الطاقة الكهربائية الإيرانية، رغم تنفيذ خطة القطع والالتزام المحطات المزودة بالأحمال. العراق يحتاج إلى 23,000 ميجاوات، المتوفر حاليا بس 10,000. يعني إحنا عن الاكتفاء أو أن تتوفر طاقة كهربائية صحيحة لجميع أنحاء العراق نحتاج 13,000 ميجاوات. الإجمالي 23,000، عندنا 10,000، نحتاج 13,000 ميجاوات. 8 وزراء ما شاء الله تناوبوا على وزارة الكهرباء بعد إن كانت هيئة بالنظام السابق الدكتاتوري اللي يقولون عليه في وزارة الصناعة، صارت وزارة بالعام 2003، حتى تكون باب من أبواب الفساد للجماعة. 8 وزراء تناوبوا على وزارة الكهرباء. حجم الفساد بحسب
تقارير حكومية، تصريحات حكومية، تقارير صحفية ودولية كذلك. حجم الفساد في وزارة الكهرباء في العراق يعد من أكبر ملفات الفساد اللي تنخر بجسد الدولة العراقية وخزينة الدولة العراقية منذ العام 2003 ولغاية الآن. طبعا بكل صيف تنعاد هذه المأساة. طبعا هي بالشتاء مو مستمرة 24 ساعة على 24، بس يعني على الأقل المواطن بالشتاء حاجته للكهرباء في العراق اللي درجات الحرارة تتجاوز 50 درجة مئوية ما يحتاجها مثل ما يحتاجها في فصل الصيف. ولهذا يعني كل سنة يطلعون الناس تظاهرات، يطالبون، يناجدون، ولكن الحكومة ما تقدر تسوي شيء. نرجع أهم التساؤل، مو على أساس الجماعة تعاقدوا مع الأمريكان ومع الألمان عبر شركة سيمنز الألمانية وشركة إلكتريك الأمريكية قبل سنتين حتى توفر وقتها ما أعرف العدد بالضبط، يعني الكمية يعني تتجاوز 10,000 ميجاوات. لحد الآن ما عرفنا تفاصيل من وزارة الكهرباء حول هذا الاستثمار الذي أعطي إلى هذه الشركات العالمية. معنا اتصال أبو مريم من بغداد. تفضل أبو مريم. أخوي أبو خطاب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، يا هلا بك. ويحييك، حييك يا هلا بك. ليك الأكثر. نعم تفضل. أحييك وحيي الشعب العراقي يا أخوي أبو خطاب. تفضل عيني. الله محييك. لا تفضل فيها. احنا الشعب العراقي مو قصدين الاستاذ الجاي. نعم. المفروض هسه احنا نصدر كهرباء للدول الجوار، مو احنا نستورد من ايران ومن بعض الدول. نعم. مو صحيح؟ نعم. بس هم مو بديهم العراقيين، بيت الشعب الايراني بيت الملالي، يعني هم ياخذون اوامر من ايران اللي ينفذون الاوامر في العراق. نعم. فما طول الأمر مخصوص وثروة، فهم جاي يخربون بالعراق، ما يريدون، لا يريدون يسوون كهرباء للعراق، يسوون فشي من أول يوم يقدرون يسوون العراق جنة، مو بس كهرباء. نعم. فهم العراقيين مو بالحديد الإيراني، وحسبنا الله ونعم الوكيل أشياء هم هذول. حسبنا الله ونعم الوكيل عليه. نعم. أنا أشكرك أبو مريم من بغداد كان معنا. أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. كيف حالك أستاذ عمر؟ حياك الله، يا أهلا بك، أهلا وسهلا. حيا لك، حيا القناة، حيا الكادرها، حيا الشعب العراقي، حيا الزوار تشرين الأبصار. الله محييك. استاذ بالنسبه للكهرباء، القضيه دي قضيه كهرباء، هي قضيه البلد باكمله وكل الخدمات. استاذ عمر، لا يوجد ما طول النظام الايراني المجرم، النظام الايراني مسيطر على الوضع بالعراق، لانه العراق لا يوجد دوله، هي عصابات. استاذ عمر، كم سنه يعني من 17 سنه، يعني لا يمكن هذول يبنون بلد، ولا لانه الاقتصاد الايراني هو ما عنده دوله الا العراق، كل الدول محاصرته، كل النظام الايراني هو نظام سيد، نظام مجرم، ولا في دولة العراق مستقبل من ضروف العراق، لا يوجد حكومة. نعم. طريقة عصابات، وهو من ينصب، وهو من يحط رئيس الجمهورية بالعراق، هذه الأسماء المسمات، وهو ما طول النفوذ الإيراني. نعم. موجود في العراق، في معاناة العراق موجودة. بالنسبة لهذه ما يسمى بالحكومة، هي حكومة فاشلة من 2003 ولا يتغير شيء إلا بثورة. ونطالب من الشعب العراقي ليس الكهرباء، أننا نبقى نفس ثورة تشرين، إذا ما زاحوا هذه الطبقة الفاسدة لن يكون العراق، وندين ونستنكر الجريمة الجديدة بالموصل التي ارتكبتها ما يسمى بالحشد العتاد ضد أحد البنات الصغار، اعتداء. نطالب من أهل الموصل، أما حكومة لا يوجد حكومة، نطالب من أهل الموصل الشرفاء. نعم. أن يأخذ بيثار هذا. نعم أبو فيصل، أنا أشكرك أبو فيصل من السعودية كان معنا. أم موسى من سامراء، تفضلي أم موسى. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. حييك وحيا القناة العظيمة وعامليها. حييك يا أهلا بيك، تفضلي.
استاذ عمر الكهرباء يعني من 2003 لحد هسه بالعراقيه ماشي. نعم. لان الكهرباء هسه ينقلنا يعني ساعه واحده بالنهار ساعتين. يعني ماكو كهرباء عندنا، المولده ياخذون امبير 15 ل 12 يلا شغلوا، كهرباء مو موجوده بالعراق. واحنا نازحين من بس نصل التلفزيون. تقدرين تنصلي التلفزيون؟ نصل الاخير. واحنا نازحين. نعم. نعم. والكهرباء ما تفيد خلاص، يعني بالنهار ساعتين ينطلنا الكهرباء، من سنة 3 لحد هسه الكهرباء ما تفيد. جماعة الجنوب يعني شنو مظلومين؟ نعم. يعني جماعة الجنوب مظلومين، يعني كهرباء ماكو. بهالحارة الجو حار، الناس ما تتحمل الكهرباء. نعم. الله يعين. أم موسى من سمراء كانت معنا. أحمد من الموصل، تفضل أحمد. السلام عليكم أخو. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. نحن اليوم نحكي أول شغلة الكهرباء، الكهرباء من 2003 ما استعدلت بالعراق. ليش؟ أول شغلة الكهرباء، الكهرباء من 2003 ماكو. ليش؟ ها؟ ليش؟ والله الكهرباء وإذا لقينا المرض كورونا علاج، الكهرباء نلقاها علاج. شنو السبب؟ السبب ماكو عدالة. كل عيالة من سايب البول، الله يساعد على المخيمات اللي ساكنين بديارة وبالجدعة. يعني من يصل كهرب عليهم ساعة واحدة يطلعون بالديار. يعني حتى ما يقدر يطول ساعة داخل الخيمة من يصل كهرباء. نعم. أمبير أمبير بعشرة، وإذا الفقير وإذا ما عنده منين يروح يجيب؟ ما يروح يشحن. نعم. اي ولا مو الله يعين. والكهرباء ما ظلت تستعدل. نعم. استاذ عمر لا تستبعد الكهرباء ابد ما تستعدل معه. عاد من 2003 حتى الان ما اشتكى الكهرباء، انا عمري 25 سنه. نعم. ما اشتكى الكهرباء استعدلت، او تجي ساعتين او ساعه او تنقطع. يعني انت من عمرك 8 انت قلت لي عمرك 25؟ ايه 25 لحد الان ما اشتغل الكهرباء استعدلت. يعني من عمرك 8 سنين لغايه الان تتعاني من موضوع الكهرباء كما يعاني العراقيين طبعا. ايه ايش اقول لك، العاني من الكهرباء، واذا لقينا مرض كورونا علاج الكهرباء نلقى له علاج. استاذ عمر نعم لا حول ولا قوه. مره سلف العالم المرض تحمل تشير وش لا شغل ولا عمل، ايش تقول لي؟ نسأل الله أن يفرج عن العراق والعراقيين. أشكرك أبو شهاب أحمد من الموصل. أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدك خويا، حياك الله يا أهلا بك. هو هذا الموضوع يعني قديم حديث. نعم. وهو حكوا به الحقيقة الجلية الواضحة. أنه اي حكومه تجي واي وزير كهرباء يجي ما يقدر يسوي شيء. لماذا؟ لانه مكبل مقيد برغبات وارادات الاحزاب اللي اغلبها عملاء وجواسيس لايران. الغايه عندهم ان تنتفع ايران بالدرجه الاولى ومو مستلزمات الشعب العراقي. هذه مال شركه سيمنز او جنرال موتورز او جنرال الكتريك. نعم. الامريكيه وسيمنز الالمانيه. يعني مصر يفوق عددها 100 مليون، احنا بنصير ثلثهم. 3 شركات عملاقة يقول تكفي لسد جميع النقص والحاجة في مصر ويزيد منها للتصدير. نعم. واحنا ما نقدر نوصل كهرباء خلال 17 سنة، مثل قضية مافيات الماستر كارد والكي كارد بتأخير الرواتب. نعم. يختلقوا لك الأعذار وكذا في سبيل تدوير الأموال في بورصة الكفاح المشبوعة، بيع وشراء في الأيام 10-15-7 أيام، مليارات يربحون برأس الموظف البسيط. والمفروض أنه يعيدون الرواتب على طريقة القائمة القديمة أفضل. يعني الاستقطاع كان 1 مليون،
ألف دينار، الآن الاستقطاع المليون 6000 دينار. والذنب مو ذنبهم دولة، ذنب الشعب العراقي اللي جاي يستنزفوه وجاي يقتلوه شوية شوية. أهد هربة واحدة وكفاح مسلح وأسحقهم كلهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علاء من النجف، تفضل علاء. علاء السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. هاي الجيز الغالي، عيني والله هي حقيقة الموضوع اليوم كان موضوع ضروري جدا ويمس حياة المواطن العراقي بصورة مباشرة. نعم اليوم الكهرباء يعني كل دول العالم وكل المجتمعات تعتمدها، هي عصب الحياة اللي يسير حياة المواطنين ويسير أيضا حياة الدولة بصورة عامة. يا عزيزي العالم كله هناك من وجد الحل لهذه المشكلة وهناك من يبحث عن حلول إلا في العراق. نعم. في العراق هناك وزارة للكهرباء لكن لا وجود لعمل كهرباء. يجيبون الوزير يقول له أبعد هنا لكن لا تسوي كهرباء. ولهذا أكو أسباب كثيرة، يعني أكو أسباب داخلية وأكو أسباب خارجية. مثل شنو؟ هاي هو الموضوع يصب بمصالح دولية ومصالح محلية، يعني أكو وزراء أكو نواب أكو محافظين أعضاء مجالس محافظات داخل تجي تلقى محافظ يمكن كذا عدد مولدات الأهلية تدور عليك أموال تجارية. هذا ما من الممكن أن يسمح بحل أزمة الكهرباء وتوفير الكهرباء 24 ساعة لأنه جاي ضرر مادية. كذلك هناك استيراد من بعض الدول، يعني من دولة جارة، هاي الدولة جارة تجيها يعني مبلغ محترم سنويا لحدود 3 إلى 4 مليار دولار سنويا. ما من الممكن أنه تسمح من خلال أطرحها في العراق بحل أزمة الكهرباء وخسارة هذا المبلغ الكبير. نعم. الكهرباء يعني في اختصار. نعم. أنا أشكرك علاء من النجف، كان معنا أبو علي من السماوة، تفضل أبو علي. هلا أستاذ عمر، هلا بيك، شلونك؟ الله يسلمك ويخليك. شلون صحتك؟ الله يحفظك، الله يسلمك. والله عمي من راح الشهيد صدام حسين، احنا اللي عبينا لقيت هاي الزمرة القذرة التمت علينا من أمريكا ومن إيران. الله وكيلك العباس كفيلك. نعم. احنا ما راضيين عن القبر. وتعطينا بلد عس منها، ما يتعمر البلد لما تروح هاي. هاي الأحزاب الفاسدة كلها. شكرا. أنا أشكرك أبو علي من السماوة كان معنا. طبعا أهالي الناصرية اليوم هم طلعوا تظاهرات احتجاجا على الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية. ناشطون قالوا بأن المتظاهرون قاموا بحرق الإطارات وقطعوا الشوارع الرئيسية احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية في المحافظة، وامتدت التظاهرات على طريق المرور السريع وحي الشهداء أمام دائرة توزيع الكهرباء وسوق الشيوخ. ويذكر بأن ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء في العراق تراجعت كثيرا مع دخول موجة الحر التي تضرب البلاد. خلونا نشوف جانب من تظاهرات أهالي الناصرية احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية. ما تشوفونكم وواقع المدينة، واقع المدينة عبارة عن نيران، عبارة عن اللي وصلنا لهذا الحد هم المسؤولين بالناحية، الكل مصرين المسؤولين بالناحية. أجدد المدراء أجوا عن طريق الأحزاب، ما أجوا عن طريق اختيار أبناء المدينة، أجوا عن طريق الأحزاب، واحد حكمة، واحد شاغرون، واحد دعوة، واحد بدر، واحد فلان، فأجونا. من المؤكد بأنه ما راح يخدم مدينته، راح يخدم حزبه، وراح يخدم يعني تصور مدير أحد الدوائر الموجودة بالزناوية هنا ينزل مشروع يخدم حزبه إشارة، وصار في شيء فيهم الدناءة والخسة. فإحنا اليوم مطالبنا مشروعة، مطالبنا شنو؟ مطالبنا بأن إحنا بالنسبة لنا نريد المدراء عام الكل يقال بدون استثناء، ما عندي خط احمر وخط ازرق، الكل يقال فلا نفر من عدم الخدمه. هسه علينا نائب المحافظ قال انا جايكم بالطريق بالوكاله عنا هيثم الدبي، ساكن هيثم الدبي، فاحنا منتظرينه. اكو وفد مشكل من المحافظه جاي مع عزوز الزناويه، وراح نحكي وياه، راح نشوف النتيجه وين وراح توصل ان شاء الله. اكو حل
في حال عدم تنفيذ مطالبكم. مطالبنا احنا ما عندنا مطالب في حال عدم تنفيذها ما شنو؟ احنا مستمرين، احنا مو متظاهرين بالوقت الحالي، احنا بالوقت الحالي مو متظاهرين، احنا معتصمين. اكو فرق بين المتظاهر واكو فرق بين المعتصم. احنا بالنسبه لنا معتصمين باقين، صادرنا موجود واحنا باقين ومستمرين يوم ويومين و10 و50. معنا اتصال ابو احمد من الموصل، تفضل ابو احمد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو. يا عيني اسمعك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا متابع البرنامج، انا متابع. تسمعني؟ تفضل. هذه هي حكومه ايرانيه، هم ايرانيين. نعم. كل بلد جايين، جايين للدمار، هم دمروهم قبل سنة. نعم. لهون هيان. شو اللي كسب منهم ذول الحكومة؟ مش طلعتهم شنو شغلات زين؟ ما شيء زين. يعني أبو أحمد أنت تشوف مشكلة الكهرباء، معقولة يعني مشكلة عويصة 17 سنة ما يقدرون يحلوها؟ ما يقدرون، بس يبوقون والله. هم غالطين. نعم. دول الإيران والحزب الله والسوريين وفلوس العراق كله والبكك مع تركيا وهذا. نعم. هذا لم أقدر يقدرون عليه، ما يقدرون. الله المولى. والله ما خلص شيء على العالم تسمى الجوع، ويقولون يدعمون التخريب بدل. هم ايران. واني اشكرك ابو احمد من الموصل، كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. الآن شباب الديوانية يقومون بتصعيد سلمي وبقطع شارع أم الخيل الرئيسي لحين الاستجابة لمطالبهم وتحسين الشبكة الكهربائية. شباب الديوانية ما حرقوا الإطارات، فقط وضعوا الإطارات وقطعوا قطع سلمي لحين الاستجابة لمطالبهم. شباب الديوانية الغاضب بسبب الأزمة الكهربائية الآن يقومون بقطع شارع أم الخيل الرئيسي سايدين. السايدين قطعوه، السايدين انقطع لحين الاستجابة لمطالبهم، لحين الاستجابة لمطالبهم. الآن الشارع سايدين انقطع، يطالبون بتحسين الشبكة الكهربائية ويطالبون بالاستجابة لمطالبهم اللي خرجوا من أجلها بكل ما يخص ملف الكهرباء بالديوانية. كل نقطة تخص ملف الكهرباء بالديوانية الآن أبناكم وأخوانكم يطالبون بالاستجابة لمطالبهم بخصوص ملف الكهرباء وبخصوص تجهيز مدينة الديوانية من حيث ساعات الكهرباء، ويعني لجميع مدينة الديوانية، مركز، أقضية، نواحي، أرياف، يطالبون بالاستجابة لمطالبهم بما يخص ملف الكهرباء في مدينة الديوانية. عليكم ورحمة الله وبركاته. الساعة هسه بالوحدة ونص بعد منتصف الليل. هذول أطبائنا، هذول الخريجين، دول خريجين الكليات الصحية والطبية، هاي نايمين بالشارع. هاي ترضى حكومة الكاظمي؟ شلون الحكومة؟ اليوم دول هنا الناس معتصمين باقين لحين تحقيق مطالبهم. مطالبهم اليوم، مطالبهم يريدون تعيين. احنا اليوم بأمس الحاجة لهم كوننا نمر في جائحة كورونا، وهذول أطبائنا وهذول كوادرنا التمريضية. هاي شوفوها، هاي هنا نايمين على حائط الوزارة بالعراء بالشارع. هاي بالشارع هنا نايمين، طبعا قسم هنا وقسم هناك بالجهة الأخرى من باب الوزارة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، معنا اتصال أبو عمار من بغداد، تفضل أبو عمار. أبو عمار تسمعني؟ أبو نعم عمار. تفضل عيني.
تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وتحية لكادر الرافدين. حياك الله. احنا اخي ما عندنا حكومة، هذه الحكومة عاجزة ما تقدر تسوي اي حل. بس تقدر الحل تروح على قطع رواتب الرعاية والمتقاعدين. المتقاعد اللي ياخذ له 400,000 يقطعون منه 2000 دينار. هاي هي اللي يقدروا لها. لكن احنا نريد اذا واحد يريد يزيح هذه الوجوه الكاهله حشاكم ينهض على الاقل عند جيش يقدر يقاوم هذه الوجوه الكادحه. ونقدر نقول مع الاسف راحت رجال الحامضه السماذي واجتنا رجال اللي بالعصا تنسادي. نعم. وتحيه لك اشكرك. حياك الله. حياك الله ابو عمار من بغداد كان معنا. طبعا وزاره الكهرباء الحاليه بررت تراجع ساعات تجهيز الطاقه الكهربائيه في البلاد بعدم تخصيص الاموال اللازمه من قبل وزاره الماليه. زين انتم 17 سنه الفلوس، خلينا نفترض بالله على حسب قولهم اذا صدقناهم انه هاي السنه اكو ازمه، زين وال 16 الراحم وين راح الفلوس؟ وين راحت هاي عشرات المليارات اللي تبني دول وليس دولة؟ وين راحت؟ نرجع لتصريح وزارة الكهرباء. المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي قال بأن سبب تراجع ساعات التجهيز في البلاد يرجع إلى عدم تطبيق الخطة الاستراتيجية كما قال من خلال تخصيص الأموال اللازمة من قبل وزارة المالية، فضلا عن توقف العديد من المحطات بسبب عدم تزويدها بالوقود اللازم من قبل وزارة النفط. هسه حتى النفط صار فلسين على المستوى العالمي، وما شاء الله العراق تحفر مترتين يطلع نفط، ليش ما يعطوهم نفط؟ هذا هم يفتح باب التساؤل. ليش وزارة الكهرباء إذا يعني حسب ما قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء قال لك تجهيزات كافية لا تصلنا من قبل وزارة الكهرباء. طبعا أزمة الكهرباء مستمرة مثل ما تحدثنا في بداية الحلقة من العام 2003 ولغاية الآن، على الرغم من التخصيصات المالية الكبيرة التي رصدت إلى قطاع الكهرباء في العراق. كانت هيئة الكهرباء في ذلك الزمن في تابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن، سووها الجماعة وزارة الكهرباء بال 2003 والمواطن ما شاف الكهرباء، ما شاف الكهرباء بس تنقطع وتنطفي واعتمد على نفسه. نعم. أبو طه من بغداد، تفضل أبو طه. أهلا والسلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. إحنا نريد نحكي على الكهرباء نعم والقطاعات اللي بيها، زين هي المفروضة إحنا عندنا حكومة تعرف شلون تخطط. نعم. إحنا ما عندنا حكومة يخططون لأي شيء. يعني هاي الكهرباء من 2003 لحد الآن، زين الأموال اللي انصرفت عليها 125 تريليون. نعم. حسب زين هاي 125 تريليون تبني محطات مع الأربع دول، وإحنا الكهرباء ما عندنا لحد هاي الساعة دا أحتويها كان بيها. نعم. نخابرهم يعني هذا عندنا كيبل مقطوع من زمن العبادي، زين نخابرهم ويجون يخلون بين واير وواير خشبه لو تكرم عال حسب السامع، بين واير وواير لو بطل مال بيبسي. نعم. زين نحاكيهم يقولون اشتروا لنا واير، اشتروا لنا قفايص. ثق بالله العظيم احنا قبل 3 ايام للثنتين الفجر احنا قاعدين بالشارع، احنا واطفالنا. نعم. كهرباء ماكو، الاكل نسوقه الصبح ثاني يوم الصبح نذبه ويقول لك ابقى قاعد بالبيت. انت عايشتني حتى ابقى قاعد بالبيت؟ نطيتني راتب حتى ابقى قاعد بالبيت؟ نعم. خرجت الحراره عبرت 50، زين وين هالكهرباء؟ بزمن النظام السابق بال91 الكهرباء تدمرت. نعم. زين ويقولون
النظام البائد خلال شهرين او ثلاث اشهر حسب ما اعتقد عاد الكهرباء برمجه ثلاث ساعات بالليل وثلاث ساعات بالنهار والطنيات 18 ساعه وصلت الى 20 ساعه بعدين وصلت الى 20 ساعه نعم واثناء الحرب مال 2003 الطيران مشتغل علينا ببغداد والكهرباء عندنا نعم شنو اللي سوونا اياه انطونا رواتب انطونا حصه تموينيه وهي هاي الكهرباء زين هاي الكهرباء طريقتها يعني مساله سياسيه هم سياسيين بيناتهم زين عاد اتابع البرامج مالكم وطلع محطة الانبار زين اللي من 2013 تحدي الان شركه نعم ابو طه اجنبيه وما مكملتها لحد الان شنو بالله معدات ماكو فساد يطلع ابو الانبار يقول المعدات بالبصره نايمه نعم. بالميناء بس مهدزوها للانبار نعم انا اشكرك ابو طه اشكرك ابو طه من بغداد كان معنا ابو علي من بابل تفضل ابو علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا زلت دائما أحمد الحكومة وذم من يحكي عليها فاليوم الدليل الواضح جارحة كالونة أصبحت الحكومة أم ضعيفة أم هي داعمة لكورونا إبادة الجنوب الكويت يطرقون بيبانهم يعطونهم رواتب ويعطونهم أدوية مجانا وإحنا هنا في الجنوب يطرقون الباب علينا يدفعوا البراد مال الكهرباء والماء كورونا تفتك بينا من دون العالم كله ما كناصر ولا معين وأصبحت الدولة هاي اللي تسمونها الشيعية مكتوب علينا والله اسم شيعية بس هي حكم يزيد ويانا ما انتخبت ذاك الانتخاب وبعد ما انتخب حكومة شيعية إلى يوم القيامة والله ما فعلت بينا الحكومات الشيعية حكومة محسوبة علينا حكومة شيعية أنا فلت يزيد وهذا دليل جارحة كالونة اللي فتحت التجوال وخلت كالونة تنتشر عندنا بعبادتنا بأكملها لكي أصبحنا أمعاء خاوية حتى غدا يدخلون علينا داعش ويذبحونا في بيوتنا الله يعين أنا أشكرك أبو علي من بابل كان معنا مع الأسف المأساة يشترك بها كل يعني العراقيين اليوم لا كهرباء أكو مناطق بالعراق اليوم صار لهم أسبوع وأكثر ما عندهم مي لأن كهرباء ماكو في المطارات ما تشتغل ما يوصل لهم المي لو الجماعة عندهم مثلا كارس مكسور بوري وكذا وما يجون يصلحوه مثل ما سمعنا أبو طه وهذا واقع مع الأسف هذا واقع يعني يقول لك تعال جيب لنا كيبل جيب لنا كذا وكأنه أنت جايب كهربائي يعني أنت مأجر كهربائي مو وزارة الكهرباء وزارة ها خلوها ببالكم هاي لازم كل عراقي يعرف بها هاي المعلومة أنه قبل عام 2003 ما كان عندنا وزارة كهرباء كانت هيئة تابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن الجماعة هسه لا صناعة ولا زراعة ولا كهرباء سووا وزارات حتى تصير لهم باب من أبواب الفساد يأخذون باسم العراق وباسم أنه جايين منتخبين ولا واحد تم انتخابه بشكل سليم من العام 2003 ولغاية الآن ما تتوافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يخلوا رئيس للوزراء والباقي كذلك بالتوافق أي. طبعا عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان محمود الزجراوي قال بأن الدولة العميقة تحمي فساد بعض المديرين العامين في وزارة الكهرباء وأضاف بأن شبهات الفساد في الوزارات يكون خلفها بعض المديرين العامين وأكد بأن احتفاظ بعضهم بمناصبهم لسنوات طويلة هو أحد أكبر أسباب الفساد والمحاصصة وتقسيم المغانم ودعا النائب إلى إجراء عملية تغيير شاملة في المناصب الإدارية العليا في وزارة الكهرباء وكذلك محاسبة كل من يثبت تورطه بعمليات الفساد مهما كانت الجهة السياسية التي تقف
خلفه. عبد الرزاق من كركوك، تفضل عبد الرزاق. لا تفضلك اخوي العزيز، شلونك؟ اهلا وسهلا بك، تحيه طيبه لك ولكل الناس المشاهده. حياك الله يا اهلا بك. والكهرباء كركوك مو زينه. نعم. والله متقطع، يعني تنقطع هوايه بكركوك. بس يعني بقضاء الحويجه تابع الكركوك الكهرباء يمي زينه ما شاء الله حيل. كورونا يمي نسبه قليله يعني ياكم بالحويجه. مداعش اخذ منك كثير. نعم. صوفتنا حمراء همين اتجاه الحكومه وغير الحكومه، بس الحمد لله الله فوق موجود فاتح سجله ويسجل. نعم. شنو الاسباب؟ احنا صار لنا برايك عبد الرزاق 17 سنه ما عندنا كهرباء، شنو؟ قابل صاروخ نريد نطيره للمريخ؟ لو عندنا مثلا يعني علم الذره، لو شنو؟ صنعوا الجماعه. عبد الرزاق. هذا السؤال كلش مهم طبعا. ها عيني؟ هذا السؤال كلش مهم، اقول هذا السؤال كلش مهم. نعم. والله السؤال هذا يقول انا جاوبك علي، يعني 17 سنه ما سويت شيء. الحكومه مو احنا من جون الحكومه، يعني هي الحكومه مو حكومتنا. نعم. ما تقدر يعني قاعد يشتمنا حزب حزبين، يعني لو بيدها سوت مثل صدام حسين وحسن البكر والقبل كان سيطروا على البلد. يعني انا اليوم ليش عندي بالبلد شركات واجهه واروح استورد من الصين انطي نفط واخذ بمكانها موبايلات؟ شنو الموبايل تاخذ من الصين؟ انا عندي شركه بالعراق تصنع. يعني هذا هو اهلتنا واهلك كثير، واحنا كنا واحد. يعني من قلنا كنا العراق يعني كنا العراق، ما بيناتنا اختلاف لا شيعي لا كردي، العراق عراق بلد الخير. بس مع الاسف والله العالم هي اللي افترتنا، ولا افترتنا الدول العربيه، ولا احنا خيرنا ما يخلص ان شاء الله لا هالساعه ولا بعديها. نعم. بس الرابط كله بالاستيراد، انا ما استورد من دوله، انا ما شاء الله عندي هسه ليش اليوم بالحويجه كيلو الخيار 10 ب 1000 دينار؟ ما يصير هذا، ليش انا اكثر هيك بالفلاح؟ دمرت الفلاح انا، الطماطه كذلك، شو اسمه كذلك، وبكركوك ما قاعد يحصلونها بالاسعار هاي. نعم. وبغير محافظه ما قاعد يحصلونها. نعم. مأساة مع الاسف. مأساة مع الأسف. أني أشكرك أخي عبد الرزاق من كركوك. حسن من الأنبار، تفضل حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف كذا ما شايف. أهلا بيك، الله يسلمك، تفضل. بس على مود والدي بالسجن شوية. تفضل. ألو. تفضل عيني حسن. ويا أستاذ عمر، بس على مود والدي بالسجن ضم علينا قاع، تم تنازلهم بالقاع وضم علينا دعوة قيدية. وشين ذا موزمة كبير ويا 16 واحد. منو اللي سوى دعوة قيدية؟ فهمنا القضية حكينا إياها. بالله هو شرطي يقول عن شرطي تنازلون بالقاع فلعب ووالدكم، ما تنازلون نظام بالسجن. وتنازلنا لهم بلقي وظل وما تنازلهم عنا. انحكم حسن، انحكم ابوك او الو حسن. انقطع اتصال مع حسن من الانبار. عطوان من بغداد، تفضل عطوان. عطوان من بغداد، الله يسعدك. تفضل عيني. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك ويخليك. نور على الشاشة، الله يحفظك. تفضل. جاي اباوع لك على التلفزيون والله. نعم. الله يحفظك. انت تحكي على الوزاره مال الكهرباء، احكي لي على الرعايه مال الاجتماعيه. نعم. انا الكهرباء شو اسوي بها؟ مفرده ما عندي، راتب ما عندي. طولي عليك. اموري داكه وقاعد بالايجار والله. يعني ما ادري شلون اعيش. انا احنا المريض كهرباء، اريد رعايه اجتماعيه بس. هذا الوزير. يعني انت شو عندك راتب وقطعوا عليك لو شلون؟ ما عندي لا والله، انا 60 سنه دينار واحد ما قابض بنت. كنت مكلف. نعم. بحرب ايران مكلف وسرحت. نعم. دينار واحد ما مستلم من العراق والله والله، وانا عايش ببغداد. نعم. وقاعد بالايجار ومو رجال شيء. اي والله سوي لي حل، وعندي بنات شلون اعيشهم ما اعرف. هسه احنا ما نريد كهرباء، الوزاره ما نريدها، نريد رعايه اجتماعيه بس.
انا حتى لو يعطوني كهرباء ايش الشغل المفرده ما عندي شلون عايش. الله يخليك استاذ عمر. الله يعينك، الله يعينك ويعين جميع العراقيين. والله خليه يسمع الكاظمي وتسمع الحكومه مع الاسف. أطوان من بغداد. أبو أمل من السويد يقول السلام عليكم، بعد 6 أشهر كما يقول من العدوان الأمريكي على محطات الكهرباء في جميع العراق وبكوادر عراقية تم استرجاع الكهرباء بمعدل 20 ساعة يوميا، أما السبب لعدم استرجاع الكهرباء وصرف أكثر من 80 مليار دولار هو الفرس وذيولهم التابعين لهم لأنهم إيرانيين وليسوا عراقيين. شكرا لقناتكم. نعم. يقول رسالة أخرى، يقول أخي الكريم بس رب العالمين خلصنا من هالحكومة، العراق يرجع مثل قبل ما طال، ما دام أكو ميليشيات حكومة إيرانية ما نشوف خير، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. معنا اتصال أحمد من كركوك، تفضل أحمد. أحمد نعم، نصيل التلفزيون حتى افتهم عليك، ما عندي بس دقيقة، تفضل. ماشي ماشي. تفضل. أخي العزيز على مود السجناء. تفضل عيني احكي. أحمد. تسمعني؟ انقطع الاتصال مع أحمد من كركوك، ونرجع ونذكر للمرة المليون يا أعزائي يا أحبائي، من تريد تتصل نص التلفزيون للأخير أو روح الغرفة ثانية حتى نقدر نسمعك، يعني إحنا يوميا نتكلم بهذا الأمر، العراقيين ما شاء الله يحبون يسمعون صوتهم بصوت عالي، لا إحنا دا نفهم علي لأن الصوت يصير بيه ارتداد وقاعد هو يم أهله يم أصدقائه هم دا يحشون، فأخذ لك مكان وحدك نص التلفزيون الأخير وتكلم على راحتك حتى نقدر نفهمك ونناقش القضية مع بعض. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها عن أزمة الكهرباء المستمرة في العراق منذ 17 سنة ولم تحل لغاية الآن، ويبدو أنها لن تحل بوجود هذه الطبقة السياسية الفاسدة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.